السلام عليكم. من الطبيعي أن تكون مكروها من خصومك بشكل أو بآخر، فلا يوجد شخص بلا أعداء، لكن أن يجمع الناس على حبك واحترامك فهو شيء نادر في هذا العالم، خاصة إذا ما تحدثنا عن عالم كرة القدم الذي أعمى فيه التنافس الإنصاف. الرسام الذي لون بلوحاته ابتسامات المشاهدين وأمتع كل عين رأته، لا زال لديه جانب مجهول غير ذلك الجانب الذي يراه الجميع في الملعب. وضمن سلسلة حقائق عن نجوم كرة القدم التي نقدمها على قناة ميد سبورت، في هذا الفيديو نتناول 10 حقائق عن أندريس إنيستا، حلمه باللعب لريال مدريد واستثماره في قطاع الخمور، ولماذا يكرهه جمهور بيلباو، وسر لقب الدون، وغيرها من الحقائق الفريدة عن الرسام إنيستا. مولده وبدايته. أندريس إنيستا لوخان ولد في 11 من مايو عام 1984 في مدينة فوينتيالبيا بمقاطعة ألبا سيتي جوار مدريد، لوالدين إسبانيين هما خوسيه أنطونيو الذي كان يشتغل في قطاع البناء، ووالدته ماريا لوخان ربة منزل، ولديه أخت وحيدة وهي ماربيل. لم تكن حياة إنيستا صعبة مادياً، فقد كان والده يصنف من الطبقة الميسورة الحال في منطقته، واستطاع أن يوفر له كل احتياجاته، ولكنه كان يحلم بلعب كرة القدم التي كانت هوايته المفضلة منذ الطفولة، ليبدأ مسيرته في نادي ألبا سيتي بدعوة مدرب الناشئين هناك، والذي شاهده يلعب كرة القدم في مدرسته. ولم تكن بداية إنيستا الكروية هينة أبداً، فقد كانت المسافة بين منزله والنادي 42 كيلومتر، ولكن حلمه كان أكبر بكثير من أن تعوقه تلك المسافة، لينضم إلى أكاديمية برشلونة عام 1996 وهو في عمر 12، قبل أن يتم تصعيده لبرشلونة با في موسم 2000-2001، ثم بدأ في العام الموالي رحلته رفقة كبار الكتلان. حلم الريال. لم يكن إنيستا مشجعاً لبرشلونة في صغره، بل كان عاشقاً لريال مدريد مثل والده، ويحلم باللعب لنادي العاصمة الإسبانية، وحاول والده أن يجعله ينضم لناشئي الريال، ولكن تم رفضه في عدة مناسبات، ليقتنصه برشلونة الباحث عن مواهب مشابهة لما يمتلكه إنيستا القادر على لعب الأسلوب الكروي الكتالوني الذي بدأه يوهان كرويف في تلك الفترة، لينتهي حلم الريال ويبدأ مجد برشلونة. زوجته وأولاده. لم تدخل حياة إنيستا الخاصة سوى امرأة واحدة، وانتهت العلاقة بالزواج، فقد بدأ علاقته بالممثلة الإسبانية آنا أورتيز في عام 2008، قبل أن يعلن في سبتمبر 2010 انتظاره مولوده الأول منها، لتلد في 3 من أبريل 2011 ابنتيهما فاليريا، وتزوج منها في 8 من يونيو 2012 في حفل زواج أسطوري أقامه في قلعة تاماريت بتاراغوانا، قبل أن يقررا قضاء شهر العسل في المكسيك، ليعود إنيستا ويعلن في مايو 2013 انتظاره لمولوده الثاني باولو الذي أنجباه في 2014. ويعتبر إنيستا من أكثر اللاعبين حباً لحياته الأسرية والتزاماً بواجباته كأب، فقد صرح في لقاء صحفي سابق أن أسرته أهم من كرة القدم بالنسبة له. رد الدين. أوشك نادي إنيستا القديم ألبا سيتي، والذي بدأ به مسيرته الكروية، إعلان إفلاسه، ليتدخل أندريس ويشتري أغلب أسهم النادي في عام 2011 مقابل مبلغ قدره 420 ألف يورو. ومع تعيين والده خوسيه أنطونيو على رأس إدارة النادي، عاد إنيستا ليضخ 240 ألف يورو لإنقاذ الفريق من الإفلاس مرة أخرى بعد عجز إدارته عن دفع رواتب لاعبيه. مصنع النبيذ. بينما يلجأ معظم لاعبي كرة القدم إلى إنفاق أموالهم في شراء المنازل الفارهة والسيارات الرياضية، لجأ إنيستا إلى استثمار كافة أمواله ووقته في إنتاج النبيذ الذي يعد إرثاً عائلياً، حيث نشأ وترعرع في بلدة فوينتيالبيا المشهورة بإنتاج النبيذ الإسباني الفاخر، والذي كان المشروب الرسمي في حفل زفافه، وقد أطلق إنيستا اسم ابنته فاليريا على المصنع. ويشارك إنيستا كافة عائلته في العمل داخل مصنعه، حيث كانت الأسرة بالفعل تمتلك أعمالاً تجارية خاصة بإنتاج النبيذ الذي بدأه جده خوسيه، قبل أن يصبح أندريس لاعب كرة قدم ناجح، ويقود إنيستا حملة الإعلانات الخاصة بشركته التي يعمل بها عدد كبير من أهالي بلدته الصغيرة. ويمتلك إنيستا مزارع خاصة بالفواكه المستخدمة في تلك الصناعة، وينتج مصنع إنيستا 1,000,000 زجاجة نبيذ سنوياً، ويصدر لعدة دول في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. والده الملهم.
كانت حياة إنيستا المرفهة التي عاشها في الصغر ملهمة له، خاصة أن والده بدأ من الصفر كعامل بناء صباحا ونادل في أحد المطاعم ليلا، قبل أن يصبح مالكا لإحدى أكبر إمبراطوريات الأعمال في إسبانيا. وأعلن إنيستا أكثر من مرة أن والده صاحب الفضل الأول في لاعبه كرة القدم، فقد كان والده عاشقا لريال مدريد ويرغب أن يرى ابنه يلعب هناك يوما ما. وقد أعلن إنيستا أن والده هو مثله الأعلى في الحياة، وقد عانى كثيرا في بدايته الكروية من البعد عنه، إذ كان مضطرا لترك بلدته والتوجه إلى إقليم كاتالونيا لبدء مسيرته في أكاديمية لاماسيا، حتى أنه كان يبكي يوميا قبل أن يعتاد على الأجواء بمساعدة بويول وتشافي. الوغد إنيستا. دائما ما يحظى إنيستا باحترام وتقدير جماهير كرة القدم عامة والجماهير الإسبانية خاصة، بعد تسجيله هدف الفوز بكأس العالم 2010. وازدادت شعبية الرسام بعد كشفه عن صورة اللاعب الراحل دانيال خاركي، لاعب إسبانيول السابق والذي يعد خصما تاريخيا لبرشلونة. ومع ذلك فإن الاستثناء الوحيد هو ما يلقاه أندريس في ملعب سان ماميس، حيث يطلق اسم الوغد على لاعب خط الوسط المخضرم، وتطلق عاصفة من صافرات الاستهجان كلما لمس الكرة. وخلال إحدى المباريات التي جمعت بين أتلتيك بلباو وبرشلونة في ملعب سان ماميس في إبريل 2013، بدأ الجمهور بالتشويش وإطلاق صافرات الاستهجان التي استفزت اللاعب أثناء خروجه من أرض الملعب. وخلال جلوس أندريس إنيستا على مقاعد البدلاء، اشتعلت مواجهة بينه وبين أحد مشجعي بلباو الذي كان يجلس في المدرجات القريبة من مقاعد بدلاء برشلونة، الأمر الذي دفع النجم الإسباني للوقوف والدخول في مواجهة مع هذا المشجع من خلال توبيخه، قبل أن ينفجر اللاعب غضبا في حالة نادرة قائلا: اخرس واجلس في مكانك. وتعادي جماهير بيلباو إنيستا لسببين. السبب الأول هو الهدف الذي سجله في نهائي كأس العالم 2010، والذي جعل من منتخب إسبانيا بطلا للعالم، وهو ما أغضب جماهير إقليم الباسك التي لا تعتبر نفسها إسبانية، وهو ما يفسر شعورهم بالكره تجاه اللاعب الذي منح الإسبان هذا الشرف للمرة الأولى في تاريخهم. السبب الثاني: تألق إنيستا خلال المباراة التي جرت في سبتمبر 2010 بين فريق بيلباو وبرشلونة على ملعب سان ماميس القديم، من خلال التسبب بطرد فرناندو أموريبيتا. وترى شريحة واسعة من جماهير أتلتيك بيلباو أن إنيستا قام بالتحايل والتمثيل لإجبار الحكم ماتيو لاهوز على طرد مدافع فريقها في تلك الليلة التي انتهت بفوز برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف. وبالتالي أصبح ملعب سان ماميس مسرحا لكراهية لاعب يحظى بمكانة كبيرة في بقية مناطق إسبانيا. شهادة مدريدية. شهادة الخصوم شرف، وشهادة الجماهير المدريدية للاعب يلعب في صفوف برشلونة تؤكد مدى احترام إنيستا من الجميع. فبعد حادثة التصفيق التاريخي الأولى من جماهير سانتياغو برنابيو للساحر البرازيلي رونالدينيو عام 2005، عادت جماهير الملكي لتكرر فعلتها مع الرسام في عدة مباريات، وبالأخص كلاسيكو 2015 بمدريد، والذي عرف فوز برشلونة برباعية نظيفة. فوقفت جماهير الملكي لتحية إنيستا بعد خروجه في الدقيقة 77 لما قدمه اللاعب من فن كروي فريد وأخلاقيات كبيرة. أفضل إسبانيا على الإطلاق. يعد أندريس إنيستا هو أفضل لاعب إسبانيا على مر التاريخ إذا ما تحدثنا عن جوائزه الفردية والجماعية. فأندريس هو أكثر لاعب إسبانيا حصدا للألقاب برصيد 33 بطولة بين المنتخب والنادي، حيث توج بلقب الدوري الإسباني 8 مرات، وكأس ملك إسبانيا 5 مرات، وكأس السوبر الإسبانية 7 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وكأس العالم مرة، وبطولة أمم أوروبا مرتين. أما على الصعيد الفردي فقد توج بلقب أفضل لاعب في أوروبا 2012 وجائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فريق 6 مرات وغيرها من الألقاب الفردية. الدون. يلقب إنيستا بالرسام في الأوساط الكروية، ولكنه يلقب في إسبانيا بالدون لحصوله على وسامين ملكيين عقب تسجيله هدف التتويج بكأس العالم في جنوب أفريقيا. فقد حصل على جائزة أمير أستورياس في 2010 ووسام الاستحقاق الرياضي الملكي في 2011. كانت هذه مجموعة من الحقائق الفريدة عن أسطورة الكرة الإسبانية وأحد اللاعبين المحبوبين من جماهير الكرة بمختلف ألوانهم. فما هو النجم الذي تريد تقريرا مفصلا عنه في الفيديو القادم؟ أخبروني في التعليقات أسفل الفيديو، كما لا تنسوا دعمنا بضغط زر لايك ومشاركة الفيديو.